في المشاركة التونسية في القرية التونسية للفرنكوفونية هياكل متعددة في قطاعات مختلفة أثثت هذه المشاركة، من بينها الصالون الخاص بالوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية التي أثثت فضاء بنخبة من الباعثات المشاريع في قطاعات متجددة متحصلات على أبرز الميداليات على المستوى الوطني في قطاعات مختلفة. صاحبات مشاريع مجددة في قطاعات الفلاحة وغيرها أثثوا فعاليات هذا الفضاء من خلال منتجاتهم المبتكرة والتي لاقت استحسان الزائرين، ما جعلهم يطمحون إلى تطوير مشاريعهم وتصديرها إلى خارج حدود أرض الوطن. وشرف لي باش نكون من بين النخبة اللي اختارتها لابيا باش تمثل تونس في الفرنكوفونية في الدورة والقمة الفرنكوفونية، منتوجات متحصلة على الميدالية الذهبية والبرونزية في المسابقة الوطنية للمنتوجات المحلية. ولما كان الترويج العائق الكبير أمام الباعثات وباعثين الشبان، باتت مثل هذه التظاهرات أفضل فرص للترويج في الداخل والخارج.